صباح الخير لكل المشاهدين اللي انضموا لنا. بيستضيف اليوم عيد قلب يسوع الأقدس بالكنيسة الكاثوليكية. مشان هيك رح نتأمل اليوم بهذا العبادة وأهميتها بحياتنا الروحية، ورح نبلش مع مفهوم القلب من خلال الكتاب المقدس بالعهد القديم مع ضيفنا المطران شارل مراد، نائب البطريركي لأبرشية بيروت للسريان الكاثوليك، اللي دايما بنكون سعيدين باستضافته أكيد معكم مشاهدينا كل يوم بنفس الوقت. بننطر اللقاء معك لنتعمق أكثر بالكنيسة بكلمة ربنا خاصة بالإنجيل المقدس. صباح الخير ماي. أهلا وسهلا فيك أبونا. خبرنا أكثر مفهوم القلب من خلال الكتاب المقدس وتحديدا اليوم بالعهد القديم. مظبوط، اليوم مثل ما قلت تفضلت بالأول أنه اليوم عيد قلب يسوع الأقدس، وهذا العيد بيجي بالأسبوع النهار الجمعة الأول بعد عيد الجسد. خميس الماضي تأملنا بالقربين، تأملنا بجسد يسوع، والأسبوع اللي بيجي وراه بيكون عيد قلب يسوع الأقدس. وهيدا العبادة، عبادة يسوع الأقدس، أكيد هي مهمة كتير بالكنيسة وإلا جذور من الكتاب المقدس، لأن ما في شيء هيك بيخلق مثل ما بيقولوا صدفة أو بيخلق هيك من مشي. بالكتاب المقدس بالعهد القديم إذا بنقرأ فيه بنشوف في كتير كلمات تعبر عن القلب، يلي مثلا بتثنية الاشتراع بيقول أنه القلب يفكر. شوف يعني كيف بيدمج كل الإنسان بالقلب. والقلب بالكتاب المقدس لا تعني بس فقط عضلة القلب، تعني الإنسان كله. ولحظة، نحن بالعرب الدارج وقتا بنكون عم نحكي مع حدا ومنحسه يمكن أوقات قاسي، بنقول له شو أنت بلا قلب؟ يعني مش معناتها إذا كان عنده قلب بصير منيح وإذا ما عنده قلب بصير مش منيح، ولكن هالصفة يلي بتغطي كل الجسم الإنسان، بتغطي كل حياة الإنسان، نحن نختصرها بكلمة القلب يلي هو مركز الحب والعاطفة والهيك والحنان. مش هيك بالعهد القديم في كتير كلمات تشرح شو معناتها القلب. يا ابني أعطيني قلبك، بعدين بيحكي عن وقتها بيحكي الحبيب والحبيبة عن القلب بنشيد الأناشيد. بالعهد القديم بيشرح كيف القلب الإنسان يلي هو بيكون ساكن فيه الله، ويلي الشعب يلي قلبه بعيد عن الله. فإذا كل هالتعابير بتوصلنا لمفهوم قلب يسوع، لأن ما ننسى نحن وقت نقول قلب يسوع معناتها أنا هون بنفس الوقت عم بعترف أنه يسوع تجسد، لأن مش ممكن الإله يكون عنده قلب، لأن الإله منه بشري. فإذا دايما الصفة البشرية يلي بعطيها لشخص تاني بده يكون إنسان بشري مثلي. فإذا مشان هيك وقت أنا أقول قلب يسوع، إن كان القلب الإنسان، إن كان بالعهد القديم أو بالعهد الجديد أو بأيامنا هلأ، معناتها بتدل أنه المسيح الذي تجسد، الله الذي تجسد، صار عنده قلب مثل الإنسان، وصرت أنا عم بعطيه الصفات الإنسانية يلي بتميزه. ويعني منه مثل ما بنقول دايما انه يسوع ما كان تجسد الى انسان وضل اليه صار كل الامور مترفع، لا، وقد شبهنا في كل شيء ما عدا الخطيئه. كيف تغير هذا المفهوم مع يسوع المسيح سيدنا؟ لكن ما تغير، ولكن المسيح جسد لنا اياه. نحن في كتير امور ما كنا نفهمها مي، ولكن فهمناها وقت المسيح اجى تجسد وعيش بيناتنا. وقت انا اقول فكره القلب دائما بقول فكره الحب. وبالكتاب المقدس بالعهد الجديد عندنا نقطتين مهمين بتفهمنا شو معناتها القلب ومن وين اجت عباده قلب يسوع الاقدس. في عندنا بالكتاب المقدس بالعهد الجديد عندنا فكره تعالوا إلي يا جميع المتعبين وأنا أريحكم، فإني وديع ومتواضع القلب. وهيدي الصلاة المصلية بالمسبحة خلال الشهر. ونقطة تانية كتير مهمة يلي أعطت دور القلب هو وقت كان يسوع الصليب وضربوه، هذا الجندي ضربوا بالرمح بجنبه بقلبه وطلع من القلب مي ودم وروى البشرية. فإذا هالنقطتين بفرجونا قديش الله مليان حب، قديش المسيح مليان حب. وهون وقتها أنا أقول القلب برجع بذكر أنا ما عم بقصد بعضلة يسوع القلب، ولكن أنا عم فكر أنه يسوع اللي تجسد كان إنسان. وتقول كلمة إنسان إجباري بده يكون في قلب،
لأن الإنسان يلي ما بيكون عنده قلب بيفقد شيء من صفاته البشرية. مشان هيك وقت أنا أقول الإنسان بشري معناته هذا إنسان يشعر، إنسان يحب، إنسان بيضحي، إنسان بيعطي. وهون إجا المسيح وقت تجسد قال ما من حب أعظم أن يبذل الإنسان نفسه من أجل أحبائه، وهون مات على الصليب. فإذا هالحب يلي حبني إياه المسيح ولا مرة كان فكرة ولا مرة كان هيك شعار، ولكن المسيح عايش القلب، عايش الحب، وبعدين أنا فرجاني كيف ممكن أنا أحب وكيف ممكن أنا عايش القلب. مشان هيك بنشوف مشاهد بالإنجيل مي بيقول وقت بيشوف مثلا الشاب الغني وأحبه ونظر إليه وأحبه، وقت بيشوف المرة يلي ميت ابنها شاف يسوع وحزنه. هيدي كلها صفات نشعر فيها بالقلب. معناتها المسيح أنه إنسان حق كان، ما كان تجسد وضل عايش بالألوهة وما كان يشعر شو ما بيشعر الإنسان. مش بقول وقد شبهنا في كل شيء مع هذا الخطيئة، وهذا الشيء اللي نحن بدنا نعيشه بحياتنا، إن كان مع بعضنا، إن كان مع ذاتنا، وإن كان بنفس الوقت مع 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 الآخر، يلي من خلال الإنسان هالقلب يلي هو بينبض. لأن تعرفي أوقات أنا بقول الراس، ولكن القلب إذا وقف ضخ الدم على الراس، الراس بيموت. فإذا هالعضلة يلي هي أساسية بالجسم يلي بتشغل الدم، وهذا الدم يلي طلع من جنب يسوع، وهذا الدم يلي روى البشرية، هذا بنسميه نحن دم الحب يلي المسيح أعطاني على الصليب. هل عبادة قلب يسوع أخذت مصدرها من الكتاب المقدس، وكيف تأسست وكيف تطورت لوصلت؟ أكيد وصلت أكيد من الكتاب المقدس. نرجع بنقول دايما الكتاب المقدس هو مثل ما بيقولوا السبور تبع إيماننا. ما في أنا أشيل شيء مش من الكتاب المقدس، من إن كان بالآيات بالعهد القديم اللي بتحكي عن القلب، وإن كان مع المسيح بالعهد الجديد بتحكي عن القلب. بتاريخ الكنيسة تقريبا بالقرن السابع عشر ظهر يسوع للقديسة مارغريت ماري ألاكوك، وهون طلب منا أنه يصير في عبادة قلبه الطاهر، وبكرة كمان عبادة عيد قلب مريم الطاهر. فإذا طلب من مارغريت أنه أنا بدي الناس تكرم قلبي، وأكيد مع القديسة مارغريت إجوا البابوات، اجى البابا بيوس السادس، بعدين بيوس التاسع، بعدين اللاوون الثالث عشر، بعدين البابا بيوس الثاني عشر. فاذا كلهم هول دعوا وكتبوا رسائل بتشجع وبتشرح شو معناتها قلب يسوع الاقدس. والقديس البابا يوحنا بولس الثاني والبابا بنديكتوس بابا فرانسيس كل سنه بشهر حزيران بيعملوا مثل توجيه كيف ممكن يكون هالعبادة القلب يسوع. وقت أنا أقول عبادة قلب يسوع ما في أنا أفصل يسوع أو جزء ليسوع، ما في يقول جروحات يسوع لوحد، قلب يسوع لوحد، إكليل الشوك يسوع لوحد، عيون يسوع لوحد. وقت أنا أقول صفة من صفات جسد يسوع معناته أنا أعني كل يسوع، لأن ما في منه بازل المسيح أنا بيجي بركبه. فإذا المسيح هو ككل. وقت أنا أقول القلب بكل بساطة، بكل بساطة بكون عم بتأمل كيف يسوع أحب العالم وكيف أنا ممكن أحب الآخر. وبالكتاب المقدس تعرفي ما كان يفهم شو معناتها الحب، ونحن بعدنا ما بنفهم شو معناتها الحب. منفكر الحب هو بس بالشعر أو بالكلمات يلي منقولها أو بالأغاني اللي منسمعها، ولكن هل يا ترى أنا بقدر حب؟ عم بحكي عن الحب المسيحي الحقيقي. هل يا ترى أنا بقدر حب الشخص يلي منه منيح معي؟ هل يا ترى أنا بقدر ضل بقلبي حب الشخص يلي بيأذيني، أو الشخص يلي ما بيعمل لي قيمة، أو الشخص يلي ما بجيب لي هدية بالعيد وأنا ما بجيب له هدية بالعيد؟ أنا هون وقت أقول قلب يسوع معناتها أنا عم فكر بهالحب يلي ما فيه شروط. مين ما كنت أنت أنا بدي ضل حبك. والمسيح مين ما كنا نحن رغم كل ظروفنا، رغم كل تقصيرنا، رغم كل نكراننا بضل يحبنا. طيب ما بيزق مني المسيح؟ يعني لحظة فكري بحالك وبفكر بحالي، كل إذا واحد بيتأمل بحاله قديش نحن أوقات منا منيح. يمكن تجاه الناس منبين كتير منيح والناس بتكرمنا، ولكن بيني وبين نفسي اللي أنا بعرف حقيقتي بعرف أنه أنا وين ضعفي. طيب مين أنا رغم كل شيء المسيح بيضل يحبني؟ طب ما زهق؟
نحن بنزهق اوقات بنقول يا اخي حل عني بقى ريحني. اوقات الانسان بنقول بيطلع من حاله، اوقات الانسان بقول خلص طفح الكيل. طب ما بيطفح الكيل مع المسيح؟ ما بيطفح الكيل. هذا القلب، هذا قلب يسوع يلي مش ممكن يزهق من الشخص الاخر، مش ممكن يزهق من الانسان يلي هو مليان حب. ولانه مليان حب مش ممكن الحب يخلص، ما له اكسبايري ديت، ما له مثلا انه انا لحديت هون وبس. انه شوف شو هالحب الكبير يلي المسيح عم بيعلمني اني حبه، وخاصة بهذا الشهر شهر حزيران يلي هو شهر قلب يسوع. قديش انا كانسان مسيحي مؤمن عم بقدر اتامل بهذا الحب بهذا القلب. نحن مدعوين كلنا هالشهر مش بس نصلي المسبحة نقول كلمات او انا رحت عملت زيحة قلب يسوع، اريد ان اعيش قلب يسوع. لان مع الوقت ماي انا وانت كل واحد منا بصير قلب يسوع. كل انسان لازم يتحول لقلب يسوع، معناتها كتلة حب تتنقل. وهالكتلة الحب مثل كتلة النار، وين ما بتقطع النار بتحرق. لازم الحب وين ما يقطع يحرق محبة ويحرق سلام. مشان هيك وقت المسيح قال للمرأة السامرية أنا عطشان، ورجع عيد على الصليب أنا عطشان، هو منه عطشان للمي، عطشان لإلي، بده ياني لإلي، أنا عطشان لإلك. لأن أنا بالنسبة للمسيح أنا الغذاء. شو معناتها الغذاء؟ يعني أنا بكمل له حبه، لأن هو كل شيء عمله كرمالي. فإذا كل حبه وكل تجسده كل مشروعه الخلاصي لأن بده ياني، وعم بيشوفني أنه أنا مش فرقاني معي. هون بقت أرجع أتأمل بالحب، بدي أرجع أشوف كيف المسيح حبني. مشان شو؟ مشان أنا حب الآخر. لأن بكرة بالسما مي ما رح يسألنا المسيح شو معي شهادات، ولا رح يسألني إذا أنا كنت بشغل بطلع مصاري أو ما بطلع مصاري، ولا رح يسألني شو أكلت اليوم. السؤال الوحيد رح يسألني إيه قديش أنا كنت بحب. لأن وقت بحب كل حياتي أنا بتتروحن، كل حياتي بتصير حب. يعني بصير وقت بحكي مع الآخر بحكي بحب، وقت بطبخ بحب، وقت بنظف بحب، وقت بصلي بحب، وقت بدرس بحب. لأن وقت أنا أكون خالي من المحبة كل شيء بيطلع معي مخربط. ونحن بنقول اوقات وقت اماتنا بيطبخوا الطبخه بيقولوا طبخوها عندهم نفس طيب، طبخوها من قلبهم. شو معناتها من قلبهم؟ معناتها بحب. حتى لو كانت الطبخه صغيره او الطبخه متواضعه او حيلا شغل بقوم فيه، اذا بقوم فيه بحب بيعطي ثمار كثير كبيره. سيدنا شو هي مفاهيم هيدي العباده اذا بدنا نترجمها على مفاهيم هيدي العباده بكل وحده؟ هي الحب. فإذا الحب يلي ما بيتجر، الحب يلي بيسامح على طول، ومنه الحب يلي هو غشيم. أوقات الإنسان اللي بيحب أو الإنسان اللي بيسامح بنسميه إنسان غشيم، إنسان ليك هيدا شو مسطول، سوري على الكلمة، أو إنسان ضعيف الشخصية للأسف. ولكن المسيح وقت كان لازم حكي على الكتبة والفريسيين قال لهم الويل لكم، كان عنده موقف. وتفات على السيارة في عباب الهيكل شافهم بالساحة أخذ موقف، بس ولكن من ناحية تانية حب إلى درجة بلا حدود. مشان هيك اليوم أنا بدي أسأل نفسي بهيدا العبادة قلبي وين؟ وهيدي بالصلاة أنا بصليها، وكل إنسان بيكون مسؤول بده يقول أنا قلبي وين؟ شو الأولوية بحياتي؟ والمسيح بيقول جملة: حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم. فإذا وين الكنز تبعي أنا اليوم؟ هون اليوم أنا بدي أسأل حالي، خاصة خلال الشهر يلي أنا بكرم قلب يسوع، أنا قلبي وين؟ هذا القلب يلي حبني حتى الموت، أعطيني الحياة. وأنا هلأ كإنسان، إن كنت بي أو أم أو صاحب شغل أو تلميذ بالمدرسة أو يمكن بالكنيسة أو شو ما كنت، بدي أسأل سؤال نفسي وين أولوياتي؟ قلبي وين؟ لأن محل ما بيكون قلبي أنا هونيك بكرس كل حياتي لهالشي. مشان هيك الشخص يلي قلبه بالقمار كل اهتمامه بده يلعب قمار، الإنسان يلي قلبه بالشرب بيترك كل شيء بس مشان يضل عم بيشرب، والإنسان اللي قلبه بالصلاة كمان بيضل يصلي، والإنسان اللي قلبه بالخدمة بيضل يخدم. فإذا اليوم هالشهر مع صلاة ليسوع،
وتقول له يا يسوع الوديع والمتواضع القلب اجعل قلبي مثل قلبك، شو معناتها اجعل قلبي مثل قلبك؟ هل يا ترى هيدي شعر؟ أو شو معناتها اجعل قلبي؟ طب أنا هيدي عم بقولها مسبحة، عم بقولها 50 مرة، وكل يوم عم بقولها 50 مرة، يمكن في أشخاص بيصلوها أكثر من مرة. طب محل قلبي يصير مثل قلب يسوع؟ ولا معناتها هذا كلام فاضي عم بقوله؟ إذا هيدي الصلاة وقت قال له اجعل قلبي مثل قلبك ما عم يتغير قلبي، ما بقى صليها، ما أضحك على حالي وأضحك على ربنا إنه أنا عم صلي المسبحة وبعده قلبي منه منيح. وقت إجوا على المرأة الزانية، جابوا له المرأة الزانية ليسوع، كان كل واحد حامل بإيده حجر، لأن تعرفي حسب الشريعة بيرجموها. أنا المسيح مين منكم بلا خطيئة خلي يرجمها؟ بيقوموا بكبوا الحجار من إيديهم. هون هل يا ترى أنا قلبي كمان حجر؟ هل يا ترى أنا لساني حجر؟ هل يا ترى أنا نظرتي حجر؟ لأن أنا أوقات بأذيكي بلساني وبأذيكي بنظرتي وأوقات بأذيكي بتصرفي وكان أنا كبيت عليك حجر. فإذا هل يا ترى اليوم القلب يلي بده يخلينا نكب الحجار من إيدينا ونكب الحجار، حول قلب الحجر إلى قلب طري، إلى قلب بينبض حب وبينبض دم، ولا بده يضل قلبي قلب حجر ومغطى وما في رحمة وما في حنان؟ مشان هيك بالمزمور قلبا نقيا أخلق فيها يا الله، قلب نقي شو معناتها؟ مش بس ما أغلط، قلب نقي، قلب نقي إنه بنظرتي يكون نظيف، بسمعي يكون نظيف، بلساني يكون نظيف، بجسمي يكون نظيف، بتعاملي مع الآخر يكون نظيف، لأن القلب هو مش العضلة، القلب هو أنا كلنا سوا. مشان هيك اليوم ما هي كتير مهمة بهذا الشهر وقت منطلب عبادة وشفاعة قلب يسوع، معناتها أنا عم بطلب شفاعة يسوع كله، عم بطلب محبة يسوع كله، مش لحتى اتغنى بيسوع. يسوع منه بحاجة لا للتغني ولا للتعظيم، يسوع مكتفي بحاله، ولكن المسيح بده ياني أنا شو بدي أخد منه لعيش مسيحيتي وعيشه هو على الأرض بحياتي اليومية. سيدنا حكيت عن الحياة اليومية وعن أنه نعيش هالحب بحياتنا اليومية، ولكن تحديدا اليوم شو مطلوب منا نحن كمسيحيين غير العبادات الخارجية؟ يعني غير أنه نروح نقدس ونكون عم نعمل اللي لازم نعمله واللي منعمله مثل ما كنت عم تقول هيك روبوتيا يعني. يعني يا ريت بصير في عجقة بالكنيسة مثل ما هلأ عم شوف عجقة ترومبات البنزين، مش هيك؟ يعني الإنسان عطول بينبس على حاجته. نحن اليوم بحاجة لبنزين، كلنا منركض منوقف ساعات يمكن تنعبي كمية قليلة. بنفس الوقت إذا أنا بدي أقلبها على حياتي الروحية، قديش أنا عم بحس بحاجة، في نقص بنزين روحي بحياتي، عم بروح وقف بالصف لفوت على الكنيسة. مش بس الكنيسة هي كبنا، تفوت على الكنيسة ما أنت تلتقي بالله. قديش أنا عم بوقف بالصف لأن أنا بحاجة، حاسس هالكمية عم تنقص وبدي استفيد أخذ مني، لأن الحياة عم تخلص مي والحياة بتقطع بسرعة. قديش أنا عم بلحق حالي استفيد من رحمة الله؟ وقت أقول استفيد يعني معناتها الله قدم لي كل شيء وأنا بدي، ما بدي هو، ما بده إلا أنا أخذ، بس أنا مش عم باخد. فإذا هون بهيدا العصر يلي مليان كتير صار مادة، صار كتير مليان مغريات، صار في كتير مليان أشخاص بعاد عن الله، صار في كتير مشاريع بتحسسني أنه أنا ببقى بحاجة لله، ببقى بحاجة للمسيح، صار في كتير تيارات بتطلع بتنادي ضد الكنيسة أو ضد الإكليروس أو ضد الإيمان أو ضد المسيح أو ضد التمثيل العذراء أو ضد قلب يسوع إلى آخره، بيصيروا يسخفوا لإيماني لدرجة أنه أنا أحيانا بقتنع منهم وبصدق أنه مزبوط هاي أشياء ما إلها أهمية. قديش أنا اليوم بحاجة أرجع عيد النظر بإيماني، أرجع عيد النظر بأهمية حضوري أنا كإنسان مسيحي بالمجتمع. بدي أرجع أقول كل واحد منا بده يتحول لكتلة حب، وهالكتلة الحب مش معناتها أنه يكون إنسان هيك ماشي على الغميضة أو يكون إنسان ماشي هيك مثل ما بيقولوا مثل الروبو. كتلة الحب هي أنه محل ما أنا أنوجد بدي أزرع الحب، بدي حول الحجر اللي موجود إلى شيء طري، إلى شيء يحول الإنسان ويغمره بمحبة ربنا ويرجع يخليه بالفعل يكون هالإنسان الذي ينبض بالحياة. برجع بقول لك المسيح منه معقد،
والإيماننا منه معقد، ولكن نحن أحيانا منعقد المسيح ومنعقد إيماننا ومنعقد كنيستنا. المسيح بكل بساطة علمني كيف حب، ما علمني كتير اتفلسف ولا علمني كتير أقعد هيك عقد الأمور، بالعكس كتير كتير أنا بسيط. رحمة الله كتير كبيرة، محبة الله كتير كبيرة، بيكفي أنه أنا حبه 1% لأنه هو مات عني 100%، ما عم بيطلب شيء كتير. فإذا اليوم بقلب يسوع بدنا نتعلم نحول حالنا، بدنا نصير كلنا قلب. وقت بيجي لعندك شخص هيك بتحسيه طيب أو حنون، شو بتقولي له؟ أنت كلك قلب، يعني كلك أنت تحولت لقلب. أمتين أنا كإنسان مسيحي بدي أتحول كلني لقلب؟ أمتين بدي أشوف المسيح كله قلب؟ أمتين بدي أشوف الآخر كله قلب؟ فإذا كل واحد بيتغير بنظرته، شوفي قديش منعيش بسلام بالمجتمع. ولكن للأسف منحط منطق البشر ماي بحياتنا، وأعطيني لعطيكي، خدي لأعطيكي، وحدة بوحدة، صار كل شيء تجارة، كل شيء صار فيه شروط. فمش هناك كتير خسرنا، مش بس خسرنا من إيماننا، حتى خسرنا من حياتنا البشرية يلي بطلت مبنية على الطيبة والمحبة والبساطة، صارت بس مبنية على الشيء. والإنسان اللي وقت ببني علاقته على الشيء، مش الشيء بده يروح بالنتيجة، عشو بده يضل واقف؟ مش هناك أوقات كتيرة عم نطب على وشنا وما عم نقدر بقى هيك نتقدم بهذه الأمور يلي مفروض نحنا نتأمل فيها، إن كان إيمانيا وإن كان بنفس الوقت بشريا. سيدنا تركولنا مطرح للحب، يعني حضرتك حكيت عن طوابير البنزين، عم نشوف مشاهد بالصيدليات كل يوم أشخاص ما عم تلاقي الأدوية يلي هي بحاجة لها، أشخاص بالسوبر ماركت واقفين عم بردوا غراض على رفوف لأنه مش قادرين يدفعوا حقها. حكيت أنه ما عم نشوف هالطوابير وهالناس هجمة على الكنيسة لتلتقى بربها لتتقرب من الله. بعد عنا وقت؟ بضل في وقت، لكن ما بدنا نقعد هلأ نحكي مثل ما بيقولوا تنظير وأفكار. في واقع كتير أليم عم نعيشه، وبعتقد أنا كإنسان مسيحي بدي جسد إيماني بهالصعوبات يلي لا تحتمل. يعني برجع بقول مش معناتها أنا إذا كان كل شيء مأمل لي معناتها أنا إيماني صار بسليم. لحظة، في دول مش ناقصها شيء ونفس الوقت ما عندهم إيمان، وفي دول فقيرة عندهم إيمان أكثر. فإذا أنا ما بدي أربط إيماني إذا بلاقي بنزين أو بلاقي، كتير صعب اللي عم نعيشه، كتير صعب. وبعتقد عم نحن يعني وقت بتشوفي ألام الناس وبتشوفي حاجة الناس وبتشوفي كرامة الناس، لأن انتبهي هيدي بتختص بالكرامة. في أشخاص ما بحياتهم طلبوا عم بيطلبوا هلأ، في أشخاص ما بحياتهم احتاجوا صاروا عم بيحتاجوا. فإذا هيدي بتحس الإنسان عم ينزل، والإنسان عم تروح كرامته والإنسان عم تروح قيمته. كتير صعب، ولكن أنا بدي أرجع هون أفكر بإيماني لحتى أقدر ما أيأس. المسيح ما هو كمان نزل، كمان جلد، كمان صلب، كمان حمل صليبه، كمان ضحكوا عليه، كمان بزقوا عليه، مثل ما هلأ نحن عم نعاني، نحن كمان نصلب كل يوم، ونحن نزل كل يوم، وكرامتنا عم تنداس كل يوم. ومش هين الإنسان يقعد يفكر إذا بيقدر يلاقي حليب لأولاده أو لا، أو بلاقي خبز لأولاده أو لا، بضل عنده هالهم. ولكن بدي أرجع أقول أنا أنه بدنا نحاول نقدم كل هالشي اليوم، كل هالألم، كل هالزل، من نقدمه لربنا. وأكيد ربنا هو عم بيشوف ألم شعبه، ربنا عم بيشوف هالظروف الصعبة اللي عم نعيش فيها، وأكيد هو بالنتيجة رح يكفينا. لأن برجع بقول كل شيء عم نقضيه على الأرض مش رح يروح ضيعان بالسماء. يمكن كل شعب عنده ألم معينة، في ناس يمكن بيموتوا من التخمة، في ناس بيموتوا من الفقر، في ناس بيموتوا يمكن ما بعرف من شو، ولكن بالنتيجة كلنا رح نلتقى على باب واحد يلي هو باب السماء. ونيال الإنسان يلي من خلال كل ألامه على الأرض بيقدر يحول هالألام تيكون سبب لدخوله للسماء، لأن بعتقد هالألم اللي عم نعيشه على الأرض هو نقطة قدام الفرح الكبير يلي ناطرنا بالسماء. يعني إن شاء الله يا رب بصلاة أهلنا
بصلاه الرهبان الموجودين بالاديار يلي بيصلوا 24 24، بصلاه الاشخاص يلي بيسجدوا قدام الاربان دائما، بصلاه الاشخاص يلي بيقدموا خدماتهم مجانا من اجل العالم. بعتقد هول الاشخاص هن الملح وهن الخميره يلي رح يقدسوا مجتمعنا ورح يحولوا مجتمعنا، وان شاء الله هالازمه بتقطع بسلام، يعني بأقل ضرر على كل الناس، لحتى الناس ترجع تتفرغ تفكر يمكن كيف بدها تتطور، كيف بدها تتقدم، وكيف بدنا يعني نعيش بسلام. شكرا كثير لحضورك معنا. مرسي لك مي. مطران شارل مراد النائب البطريركي لأبرشيد بيروت للسريين الكاثوليك، وإن شاء الله قلب يسوع هيك بكون شوي عم بيرفقنا بهالايام الصعبه يا رب. عم بيرفقنا كثير، نحن بدنا نرافقه، مش هيك؟ اكيد. يلا ان شاء الله بكون عيد مبارك على الجميع. وعليك يا رب. مشاهدينا فاصل قصير ومنكون مع الكاتبه عليا بيضون بعد البريك.